أهلا بكم. أعلنت قوات الجيش سيطرتها على معسكر استراتيجي في منطقة البقع شرق محافظة صعدة، وقالت مصادر في الجيش إن القوات سيطرت على اللواء 101 مشاة والذي كان خاضعا لسيطرة تحالف الانقلاب منذ أكثر من عامين. نتوقف مع هذا الخبر لمناقشته في محورين: ما أهمية السيطرة على معسكر اللواء 101 مشاة، وهل فعلا تشكل جبهة صعدة اختراقا خطيرا ومهما للمعقل الرئيس للميليشيا، وما أثر ذلك على خارطة الجبهات المفتوحة في باقي المحافظات؟ إذن بوادر عملية عسكرية مرتقبة تنفذها القوات الشرعية في محافظة صعدة معقل الحوثيين، ليست المعركة الوحيدة التي تخوضها القوات بالنظر إلى طبيعة الجبهات المختلفة، ولكنها من حيث التوقيت ستخفف على جبهات القتال في الجوف وتعز والبيضاء كما يقول مراقبون عسكريون، باعتبار أنها معركة ذات طابع جغرافي يتسم بوعورته إضافة إلى خبرة الميليشيا في منطقتهم. يقول آخرون إن هذا سيؤثر على شكلها المستقبلي وقد لا تحقق ثمرها المرجوة في وقت قياسي. كثير من التفاصيل نتابعها في سياق التقرير التالي، ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. تموضع جديد وتحول تكتيكي آخر في الخارطة العسكرية، هكذا يصف قادة عسكريون مجرى المعارك في مختلف جبهات القتال عموما، وفي محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي على وجه الخصوص. تقدم عسكري وصف بالمباغت قام به الجيش وتوغل خلاله في محافظة صعدة، وذلك بعد أن أعلن السيطرة الكاملة على معسكر اللواء 101. فبعد أن كانت المعارك محصورة خلال الأسابيع الماضية على حدود منطقة البقع، ها هي اليوم تبدأ بالانتقال صوب مركز مديرية كتاف وفي عمق المحافظة وباقي مديرياتها. محافظ صعدة هادي طرشان لفت إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تحولا جديدا في العمليات العسكرية، والتي ستهدف إلى استرداد كامل مديريات المحافظة، خصوصا بعد أن استكمل تدريب جزء من القوات العسكرية، فيما يرى مراقبون أن شكل المعركة في المستقبل سيكون أشرس بالنظر إلى أن الحوثيين يمتلكون خبرة كبيرة في القتال في تلك المناطق، إضافة إلى تحشيدهم المقاتلين من كافة المحافظات. وبالنظر إلى طبيعة المعركة وأبعادها الجغرافية في هذه المنطقة، يقول عسكريون إن العملية تستهدف أولا تأمين منطقة جديدة تتيح التقدم صوب مناطق أوسع، ومن ثم العمل على تحجيم نشاط ميليشيا الحوثي والمخلوع في المناطق الأخرى. تقدم يبدو أنه سيؤثر من الناحية الاستراتيجية على المعارك طويلة الأمد كما يقول متابعون، والأهم من ذلك أن معركة صعدة في حال تم حسمها ستطوي بشكل نهائي عنصر التأثير الذي يمارسه الإنقلابيون حاليا في مختلف جبهات القتال المشتعلة. إذن مشاهدينا، لبدء النقاش سينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. سيد سليمان، مرحبا بك. أهلا، مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. أهلا بك سيد سليمان. يعني تقدم واضح في الجبهات المحادية لمحافظة صعدة وتحديدا في البقع، برأيك ما هي الأهداف المباشرة للعمليات العسكرية في محافظة صعدة؟ يعني نحن كمراقبون نعتقد أنه هذه الجبهة كان ينبغي لها أن تفتح منذ زمن، ولكن من الواضح أنه تجهيزات الجيش اليمني الناشئ والذي يعني يتم تدريبه أنها تنمو نموا متصاعدا، وهذا بالتأكيد عائد للقادة العسكريون إلى القادة العسكريين، مسألة يعني فتح جبهة جديدة في شمالية على الانقلابيين في صعدة. ولكن من الناحية السياسية لا شك أنه فتح هذه الجبهة له عدة أغراض. أولا أعتقد أن أول يسحب الثقل أو الضغط الذي يمارس الحوثيون على تعز وعلى البيضة وعلى في بيحان شمال شبورة وحتى على نهم وعلى صرواح في مأرب وبقية الجبهات طبعا. ولكنه في كل على كل حال أيضا من الناحية السياسية أيضا النجاح في هذه الجبهة سيخفف الضغط أيضا أو الاشتباك على الجانب التحالف العربي، لأنه الحوثي عندما فتح
جبهة على الحدود السعودية أراد الضغط على التحالف العربي وأراد ابتزازه وأراد مقايضته، وشهدنا أنه اشترط سلامة صعدة مقابل سلام هدنة على الحدود السعودية. نعم، ولكن سيد سليمان هناك من يطرح أن فكرة المعارك التي حاليا أو الجبهات التي فتحت على حدود صعدة هو من أجل إيجاد منطقة عازلة لتأمين الحدود السعودية، ما دقة هذا الطرح؟ لا، هو ليس منطقة عازلة يعني عسكرية، لو كان هناك فكرة عزل كان قامت فيها قوات التحالف العربي أو القوات السعودية في وقت مبكر. أنا أعتقد أنه تطور نوعي في قوة الجيش اليمني وفي قوة المقاومة الشعبية، وتطور نوعي في قدرة الحكومة الشرعية على الاشتباك مع الانقلابيين. نحن نعرف أنه الرئيس عندما غادر عدن لم يكن معه جنديا واحدا، وانهار الجيش وبعضه التحق بالانقلابيين وبالمخلوع وبالنظام السابق. الآن نرى جيشا يمنيا قويا حرر أجزاء كثيرة من أراضي اليمن، وهو الآن يناجز الانقلابيين في عقر دارهم. يعني هذا هو بذكر عقر دارهم، يعني هنا الجيش فعلا يعني هناك تهديد كبير للميليشيا بالوصول الى يعني الى عقر دارهم كما ذكرت. ماذا يعني هذا بالتحديد بوصول القوات يعني الى هذه المراكز؟ نعم اخي الكريم، قبل حوالي 17 شهرا كان الانقلابيون يعيثون فسادا في عدن ويمثلون باهلها، واردوا اهل عدن قتلى في البحر في الميناء وهم يهربون إلى جيبوتي. الآن الجيش اليمني الوطني التابع للحكومة والمقاومة الشعبية الموالية له تناجز الحوثي في كهوف صعدة، حيث نشأت فكرة الانقلاب والتمرد والحكومة الدينية والاستيلاء على اليمن على دولته وقوته وثروته. هذا تطور نوعي، أنا أنظر له كمراقب خارجي أنه تطور نوعي ضخم جدا في قوة الجيش اليمني. هذا نقطة مهمة جدا. هذا التطور النوعي سيد سليمان، هذا التطور النوعي هل تعتقد أنه يعني سيغير من طبيعة المعركة، أو نستطيع القول سيحدد مستقبل الحسم؟ مؤكد 2017 هو عام الحسم في اليمن، 2017 هو عام الحكومة الشرعية وحلفاء العرب. أنت لو لاحظت في تقاسيم المشهد السياسي عودة سلطنة عمان إلى الحضن الخليجي وكذلك الإشارات الصادرة من القاهرة لإعادة صنافير وتيران إلى السعودية والعزوف الذي تواجه إيران الآن أو الضيق الذي تواجه الاستنزاف الذي تواجه إيران في سوريا والعراق والحصار الذي يمكن أن تفرض إدارة ترامب، كل ذلك يؤشر إلى أنه عام 2017 سيكون عام سعودي في المنطقة. يعني وهذا يقوي في الحقيقة الحكومة اليمنية التي تحظى بدعم سعودي وخليجي وعربي ودولي أيضا. لا تنسى أخي الكريم تغيير الإدارة الأمريكية أيضا مهم جدا، لأن الإدارة أوباما وكيري بالذات مارس ضغطا شديدا جدا على الحكومة اليمنية وعلى الحكومة السعودية، ولولا القدرة الدبلوماسية على المناورة مع كيري ويعني والتكتيك السياسي الذي مارسته الرياض، وكذلك لا شك
البسالة والشجاعة التي تحلى بها الرئيس هادي وحكومته لا كان فرض حلا إيرانيا في اليمن، حلا إيرانيا بالمعنى الدقيق. لذلك أخي الكريم أنا أرى أن فتح جبهة صعدة أولا هو نصر عسكري، يعني مؤشر على القوة العسكرية للحكومة الشرعية. ثانيا هو تطويق الانقلابيين من أي فرصة للمقايضة مع التحالف العربي ومع السعودية بالذات، لأنك أنت إذا قطعت الاتصال الاشتباك خطوط الاشتباك مع الجانب السعودي على الحدود حرمت الانقلابيين من أي فرصة لابتزاز السعودية، وبالتالي أنت أمنت حليفك الذي يمدك بالطيران وبالدعم العسكري واللوجستي ويغطيك سياسيا. هذه مهمة جدا للحكومة نفسها وللقضية اليمنية. يعني أن نعرف أن نحن كسعوديين متأكدون أن الحوثي لا يستطيع اختراق الحدود. نعم سيد سليمان، سنستكمل من هنا. نعم ولكن اسمح لي أشرك معي بالنقاش العميد ركن طه شمسان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، سينضم إلينا من الجوف. مرحبا بك سيادة العميد. حياك الله يا أخي، حياك الله. مرحبا بك سيادة العميد. يعني هل لك أن تضعنا في وقائع جبهة صعدة، يعني ما يجري في هذه الجبهات؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المقدمة بداية نشكر قناة بلقيس الفضائية وكل العاملين فيها على تغطية الأحداث والتطورات التي تهم الشعب اليمني العظيم، ومن خلالكم التحية والتقدير والتهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد للقيادة السياسية ممثلة بالأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محمد الأحمر نائب رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية والشعب اليمني العظيم، وإلى كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن المدافعين عن الشرعية والجمهورية والوحدة، كما نتوجه بالشكر والتقدير لقوات التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على دعمهم للشعب اليمني وقيادته الشرعية. أخي بالنسبة للأحداث في صعدة وفي محور البقعة، بالنسبة لقوات الجيش الوطني والشرعية تتقدم في كل الجبهات بابتداء من الجوف ونهم وصرواح وتعز وميدي وشبو والضالع والبيضاء وكل المحاور، وفي هذه الجبهات العدو ينكسر ويتقهقر، وقواتنا قوات الجيش الوطني والشرعية تتقدم في كل الجبهات. بالنسبة لجبهة البقع طبعا جبهة مهمة جدا. هو اليوم هناك أنباء عن تقدم واضح في هذه الجبهة، لو تضعنا في صورة ما هي أهم المناطق التي تم السيطرة عليها اليوم وما الذي يتم في هذه الجبهة حاليا؟ طيب بالنسبة لجبهة صعدة وجبهة البقع بالخصوص طبعا تعتبر من ضمن نطاق المنطقة العسكرية السادسة بقيادة الأخ اللواء الركن الأمين عبد الله الوايلي، ومن خلال تواصلنا مع الإخوة القادة في محور البقع خلال هذه الأيام الماضية، فإن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة الكاملة على معسكر اللواء 101 واستولت على عدد كبير من المواقع واستولت على عدد كبير من الأسلحة والعتاد للانقلابيين. وتمكنت قوات الجيش الوطني في هذا المحور السيطرة على وجه الخصوص في جبل القيادة والرميلة، وهذه المنطقة تعتبر منطقة استراتيجية حيث إنها يعني تتقع ما بين المثلث الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة. ومن خلال الأيام القادمة بإذن الله ستشهد هذه الجبهة وكل الجبهات التي في نطاق المنطقة العسكرية السادسة إن شاء الله ما يسر الشعب اليمني بشكل عام إن شاء الله. نعم سيدة العميد طه شمسان، أيضا اسمح لي لأشرك محافظ محافظة صعدة سينضم إلينا هادي طرشان. مرحبا بك سيادة المحافظ. مرحبا، اهلا بك سيادة المحافظ. لو نبدا معك، يعني اين وصلت قوات الجيش في عملياتها الاخيره داخل صعدة؟ ما هي المكاسب التي احرزتها حتى الان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكريم ولمشاهدي قناتكم. اهلا بك. التقدم باستمرار بفضل الله عز وجل لا يزال في جبهه البقع، وكذلك ايضا الجبهه التي فتحت اليوم والبارحه
وتقدمت تقدم كبير جدا، وصلت الى اطراف الفرع، وهذه المنطقه منطقه الفرع ستكون يعني تقطع الامداد عن جبهه الحوثيين وميليشيات الحوثي الذين يصلون الى البقع، لان المسافه اكثر من 30 كيلو متر ما بين البقع والفرع. وهذه الجبهه تقدمت كثيرا ووصلت الى اطراف منطقه الفرع. وهناك تقدم كبير في جبهه البقع في اليومين الماضيه واليوم، ولا تزال الاشتباكات مستمره. وقد ذكر العميد كما سمعت قبل قليل ويعجبني اطلاعه بعض المواقع، ومنها ايضا ما لم اسمعه جبال ام العرب التي تطل على ارشاحه من جهه الغرب، وهذه تطل ايضا على الزلت الرابط ما بين البقع ومديريه مركز مديريه كتاب. والتقدم كبير جدا، وهناك ايضا غنائم من الاسلحه التي تركها الحوثيون خلفهم وهربوا من هذه المواقع التي استعادها الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه في منطقه البقع، مثل موقع الدبابات والمواقع التي تطل على القياده من جهه الشرق. نعم سيادة المحافظ، أنت تحدثت في تصريح سابق أن هناك قوات عسكرية تم تدريبها لنزول الميدان والمشاركة في المعارك، ما حجم هذه القوة؟ الألوية والكتائب تعد كل يوم، يعد أفراد جدد ويتدربوا أفراد جدد للدخول والمشاركة في جبهات تحرير محافظة صعدة من قبضة الحوثيين. نعم زرت مجموعة كبيرة من الأفراد الذين أنهوا تدريبهم القتالي ومستعدون الآن للمشاركة مع أي جبهة من الجبهات أو فتح جبهة جديدة على حسب ما يرتب له العسكريون في قوات التحالف والشرعية. نعم سيادة المحافظ، يعني هل تضعون بالاعتبار الإمكانيات التي يمتلكها الحوثيون في مناطقهم، خصوصا وأن هذه المعارك تتسم ببيئة جغرافية يجيد الحوثيين القتال فيها وعلى دراية كاملة بكل تعقيداتها؟ قبل هذا وذاك نحن نعتمد على الله سبحانه وتعالى، ثم على إرادة وصمود وأصرار الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين تعاني إرادتهم السماء في هذه الأيام والأيام الماضية، وهم يتقدمون باستمرار، والحوثي وميليشيات الحوثي الذي نجد أن هناك انهيارات في هذه يعني صفوفهم، وهناك ضعف واضح، لأن الحوثي لا يقاتل عن قضية، الحوثي يقاتل عن مشروع فارسي إيراني بخيل على اليمنيين. اما الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه فهم يقاتلون عن العرض وعن الدم وعن تفصيل الدين وعن الجمهوريه وعن التراب الذي دنسه الحوثي بهذا المشروع الفارسي الدخيل. نعم. سيادة المحافظ تكرم بالبقاء معي، سأعود لضيفي الآخر الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي. سيد سليمان، يعني هذا التقدم الحاصل في محافظة صعدة، هل يأتي في سياق مخطط عسكري للحسم أم أنه بهدف الضغط فقط يعني برأيك؟ أخي الكريم، بالنسبة للأولويات العسكرية نحن كمراقبين لسنا على اطلاع عليها، ولكن يمكننا التحليل تفكيك الحالة هو بالنظر للواقع يعني بين الأحداث. نعم، والربط بين الأحداث، أنا أعتقد أنه العملية الجارية في صعدة تمثل تطور نوعي ضخم جدا في الصراع في اليمن، عندما أنت تناجز الحوثي في كهوفه في صعدة، هذا تطور كبير ومنجز ضخم لا يمكن الاستهانة به، خاصة مع تحقق الإنجازات تلو الإنجازات. يعني أنا أرى أن الجيش الوطني يتقدم بشكل جيد ولا يواجه مقاومة ضخمة أو عثرات أو خسائر فادحة، هذا يدل على أن الرغم طبعا مثل ما قاله الاخوان، رغم يعني صعوبه الطبيعه الجغرافيه للمنطقه، الا ان المنجز العسكري
واضح للعيان. لكن هل تنظر إليه أنه ضمن مخطط شامل للحل عبر العمل العسكري، أم أنه يعني هذا تكتيك هدفه فقط الضغط ليس إلا؟ لا مؤكد أنه هذا جزء من مخطط المناجزة العسكرية والسياسية لليمن الجديد الخالي من التأثير الفارسي، وفي سبيل إعادة اليمن إلى أهله وإلى شعبه وإلى دولته، هذا واضح. لكنه أهم شيء في هذا الموضوع أخي الكريم، وينبغي أن نشير إليه، أنه ينبغي القضاء على خطوط الإمداد. يعني أنا قرأت في المواقع اليمنية اليوم ومساء أمس عن ضبط شحنتين، واحدة في لحج وواحدة في حضرموت موجهة للحوثي. أنا أتمنى وأرجو مخلصا أن لا يكون هناك اختراقات للحوثي داخل المؤسسة الحكومية أو داخل الجيش اليمني أو داخل منظومة الحكومة الشرعية، هذا واحد. ولذلك أنا أتمنى مخلصا أنه يكون هناك إرادة حازمة وناجزة لقطع أي إمداد، لأن الحوثي الآن موارده تتقلص، عدته تنقص، أسلحته وذخيرته تنفذ، ولذلك هو الآن في ضيق. ينبغي استمرار ممارسة هذا الضيق والضغط عليه، لأن هذا جزء من منظومة المعركة. لا يمكن النصر في معركة وعدوك يستلم التموين الدائم سواء بالأسلحة أو بغيرها. أنا أتمنى من الحكومة، وأنا أعتقد أنه ضبط هذه الشحنات تم عن طريق الحكومة والمقاومة الشعبية، أنه يتم إغلاق كافة المنافذ. كذلك أنا أتمنى أيضا مخلصا إنجاز جبهة ميدي والحديدة، لأنهما مسربان خطيران جدا في هذا الاشتباك الضخم مع فلول العمالة الإيرانية. أنا أعتقد أنه لا زالت تصل الحوثي إمدادات سواء عن طريق البحر أو بالتأكيد عن طريق البحر من الجنوب أو من الغرب، ولذلك يعني نجاح المعركة وتقليص الخسائر وحفظ الأرواح اليمنية سينجح في هذا الموضوع. وضحت الصورة في حال قطع الإمدادات. نعم. وضحت الصورة سيد سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أنتقل بسؤال للعميد ركن طه شمسان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة. سيادة العميد، ما مدى التنسيق بينكم في المنطقة العسكرية السادسة وبين الجبهات الأخرى المحادية بصعدة، منها جبهة البقع؟ يعني نحن لا نرى التحرك بجميع الجبهات بنفس الوتيرة التي يتم التحرك بها حاليا في جبهة البقع. طبعا التنسيق قائم ما بين كل الجبهات التي في نطاق المنطقة العسكرية السادسة، والتحرك سيكون إن شاء الله مخطط له وفي الوقت المناسب. أنا أقول أنه بالنسبة للتنسيق موجود في كل الجبهات، وأنت عارف وكل اليمنيين يعرفون أن منطقة الجوف واسعة وكبيرة جدا، وتعتبر من أكبر محافظات الجمهورية، والمهام التي كلفت بها المنطقة العسكرية السادسة مهام كبيرة، وتمتد المنطقة العسكرية السادسة حوالي في قطاع طوله أكثر من 140 كيلومتر الآن. نعم. ولكن إن شاء الله القوات الآن تتجهز والعدة تعد من أجل المشاركة في تحرير محافظتي عمران وصعدة إن شاء الله. هل هناك توجه لفتح جبهات جديدة إلى جانب جبهة البقع؟ طبعا في المنطقة العسكرية السادسة عدة جبهات ابتداء من الخنجر وصبرين إلى منطقة الغيد، يعني منطقة كبيرة جدا، والقوات المنطقة العسكرية السادسة في معارك يوميا مع قوات الانقلابين. لكن إن شاء الله وبإذن الله خلال الأيام القادمة
ستشهد تطور أكبر وستلتحق بالقوات التابعة للمنطقة العسكرية السادسة في البقع وفي غيرها من المحاور. إذن وضحت الصورة. العميد ركن طه شمسان رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة كنت معنا عبر الهاتف من الجوف، شكرا جزيلا لك. أعود لمحافظ محافظة صعدة يعني سيادة المحافظ هادي طرشان. يعني سيادة المحافظ، هل يأتي هذا التقدم بناء على خطط عسكرية مدروسة جيدا، يعني بحيث تحافظون على المكاسب العسكرية التي تحقق مثلا؟ لا شك ولا ريب أننا لا نسير بالعشوائية ولا بالارتجالية، وإنما هي خطط عسكرية ويرتب لها على أيام طويلة وساعات طويلة ويسهر لها الليالي الطوال، لأن هذه بناء ويعني لا بد أن يحافظ عليها ويحافظ على الأفراد. والحمد لله أنه كما ذكر أحد ضيوفك أننا بفضل الله عز وجل رغم الانتصارات والتقدم الكبير وحجم المعركة الكبيرة جدا لدى الحوثيين قبل أن تكون يعني لدى الشرعية، لأنهم يروا أنها صعدة هي معركة مقدسة يخوضونها، كانت معركة في خارج صعدة هي عندهم معركة مقدسة، فإن هذه هي أم المعارك بالنسبة لهم، وهي فعلا كذلك، لأن هذا لأن الحوثي يرى أن صعدة هي الحديقة الخلفية وهي الملك خاص يرى أنها بالنسبة له، لكن خابت ظنونه وستخيب إن شاء الله ظنونه في الأيام القادمة أكثر وأكثر، وسيكنس هو ميليشياته الإجرامية الإرهابية من محافظة صعدة. هناك خطط لا تزال نفذ منها القليل ولا يزال منها الكثير بفضل الله عز وجل، وهي خطط تصل يعني أهدافها إلى أن يرفع العلم الجمهوري فوق جبل مران كما وعد بذلك فخامة الرئيس المشير عبد الرزاق منصور هادي. نعم سيادة المحافظ، هناك تساؤل سأطرحه عليك، يعني كما يطرحه البعض، يعني البعض يطرح أن المعارك الدائرة في البقع والجبهات المحاذية لصعدة لا تتجه نحو الحسم النهائي بقدر ما تتجه إلى تأمين المناطق الحدودية لإيجاد منطقة عازلة، ماذا يعني ما رأيك بما يطرح؟ هذا الطرح يخدم العدو قبل أن يخدم الجيش الوطني والمقاومة، هذا الطرح طرح غير صحيح وغير دقيق، والتخطيط كما قلت لك قبل قليل أن نصل إلى جبل مران مسقط رأس الحوثي وكهفة الذي قتل زعيم هذه الجماعة فيه، لسنا معنيين بالنسبة للحدود لدى المملكة العربية السعودية القدرة الكافية في أن تحمي حدودها. لا. والمئات من الحوثيين حنبتهم الطائرة في الحدود، ولا زالت الشعاب والأودية تملأها إلى الآن، هم استطاعتهم أن يحموا حدودهم، ليسوا بحاجة إلينا، ولم نسمع منهم أبدا يوم من الأيام أن يعني يطرحوا علينا مثل هذا الكلام، وإنما نجد المساندة ونجد التأييد ونجد الطائرات والقوات تساند الطائرات التحالف العربي تساند المقاومة الشعبية والجيش الوطني التقدم إلى مركز المحافظة. نعم. التقدم سيستمر إن شاء الله. سيادة المحافظ، هدفنا الأسمى أن تطهر صعدة من ميليشيا الحوثي. نعم سيادة المحافظ، يعني إجابة قصيرة، ولكن يعني في هل يعني سنسمع خلال الأيام القليلة القادمة عن وجود جبهات جديدة إلى جانب جبهة البقع تفتح محاذية لمحافظة صعدة؟ الجبهات ستأتي جبهات جديدة وستأتي إن شاء الله انتصارات جديدة وستفتح محاور جديدة، وستسمعون أخبار سارة بالنسبة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وأخبار محزنة لكل من يشارك الحوثي أو يعين الحوثي أو يصير في موكب الحوثي الذي دمر كل شيء جميل في صعدة وفي اليمن بشكل عام. إذن أشكرك جزيلا محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام الحلقة، أشكر ضيوفي، كان معي العميد ركن طه شمسان رئيس عمليات المنطقة العسكرية
السادسة كان معي من الجوف، وأيضا محافظ محافظة صعدة هادي طرشان كان معي عبر الهاتف من محافظة صعدة، والشكر أيضا للمحلل السياسي السعودي والكاتب أيضا السيد سليمان العقيلي كان معي عبر الهاتف من الرياض. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.